الحديث الرابع والتسعون عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع وقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي. وحن إذن كلاسو هذا إياه قدها مسجدك علي جمعاله مقالة المقدشو قدها مسجدك وحاك سعودة ترتن نوعي سكي وقهري سمالي لو قبطي ووينا كاسولو قطر تمي أحاديث النبيك إي سيرة النبيك صلى الله عليه وسلم وحن سوء أقاس انتي مؤسسة الحادق. إلا سدح بقول أو أردي أو ككل سعودة قبها وحبرشادة كالدوان سيدا مدرسوينك إسكول لدى جامعة ذاها إيقوبها كالدوان علمي قدينيغا لوكو برتو هيا ترتن كان كسو قيب قلي وحنو سوو جيران الرك إي دمر وحنا سوء أغا سنتي ترتن كان مؤسسة على الحادق هو كشاقيسته سر أقاديسته إيجعليسين تبولشيدة سومالية سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتو أهمالين تقدم بيسي ترتن كان لو نترتمي أحاديسته إي سيرة النبي أهانا كيسي يقوهري ونوينا هي مقالة مقدشو لو قبتو أيا وحا سوغو سوهري هلا يأفرتن أردي لبعتن كمي ده وحا يكو ترتميان أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حالك لبعتن كان لا يكو ترتميان سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سدح ده أردي إيه كالمها أغوهوري إيه كالة ترتن كان هيانا نقوني يه قول استياش هيلي دون أول مرنا قالي أه هو يكو تلقشي مؤسسة ترتن كان سوء أغاسنتي الحادق وغورين قدوميها مؤسسة على حادق أستاذ عبد الرحيم هيا ففهين قد كبحية ترتن كان يوجدك أي وقبتين ترتن كان الحادق وترتن سيسن الله أي أقبط مؤسسة الحادق لسنة النبوية ترتن كان هدفك سوحوية هاي نولين تأي كرؤقاددة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ترتن كسنة كان دوركي سلوات أيو نقضي وكدعي مقالة مقدشو سنة كان ترتنك وحا كسو قيب قشي أرضي تيردو قاريسا سيدح بقول أو أرضي كواس أو ككالا سعودة دمان قوبا وحبارشو جامعات، سكولات، معاهد يي قوبا البوح لغوبرت متلي ترتنك وحصو مري دور وريق أو أرضي دا مركاسي لغوك الريبي وريق كوا ترتنك ومقابلات كسو باللامي أيا وحا أسو قد بي وريقي سكوات لغو بقول أو أرضي كواس أو لوضع فرع عمل لوضع قيابات ترتن ككل سعودي قيابته حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو ترتم يقيابته سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وريج وجودن بي أيامان تنصو إلى هذه ومركز يوصل جد بين ترجاريس أفرت أرضي وأفرتس أفرتكس أرضي ولواتن حديث كأترتم يلواتن سيرة أترتميسة ألم هذه وترتك وهر نوعي سكخب صوما مقالة المقدشو أو لو قد مانا يو لو ننصرين سنة النبي عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم باهين تيد إفافين تيد وحين رجينينا إن شاء الله تعالى سنة ده سوص عضو إنو كوينان دون إنتاني أو فروع دي كتوب تلقو ترتمين إسيب اللارن دونان وإن شاء الله تعالى أرضي دا قيبوه ذاك الدوان يرجر إيواوين رق إي الدمر لو فري دونو فروعي كلا أو قلو والبا مناسب كواه او مركاسي او خيب قادم دونا ان شاء الله تعالى حفظنتا سنة النبي صلى الله عليه وسلم سيدو كاله شاق عبد الرحمن ديري او كميدا قوديغ ترتنكا هيا اسنا كهاد لي ترتنكا وحو حسي مهمدا اي اولا اذا هي بولشيدا ترتنكا نوعا او كاله وحونو مهد علم بلارن او جيدي مؤسسة الحادق او ترتنكا سوء اغا سنتي مسابقة دا انتابقلينتا اي سمينا يسو مؤسسة ادبان او مهد علينينا حقيقة وعمل وين بدن مدن اللي سكوب بقاديو مدن اللي لقرب استاغو مدن اللي لقم مهد عليو ربي سبحانه وتعالى نوحن كبر ينا إن ربي أبركيو كان بيقو عمل خالص لوجهه الكريم يعني ربي ويديسنين تبارك وتعالى وشيدا قيبه ذاك لدونا وحن نقوم باقي إن حفظ السنة إن حل إسكساران حي إلي إن بدن قرآن كحفظ جيسا سومالي أدب يقود دالان ونكون مهد سنهين وحنو باقينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودي قرب كي لباد وحي قاه إن لحفظ يو سيقفك ونغضو حافظ للوحيين وحيين كقف حفظ سن وقرآن كي سنة النبي صلوات ربي وسلامه عليه تاسيقفك وحكو قاريا برشاد علوم الشريعة وحكو قاريا هيركيد أسر ريدي
برشدة سنة يا قرآنك وأرن مهم مدن إلا بقاديه لبراروتشيه سيدو كالي قار كميدا أرديدا كسوقب كشي ترتن كان أيا درينكو دي كهدلي وحين أمهد إلي مؤسسة الحادق وترتن كان سوقها سنتي مقعيق وعد النافع نور محمود وحكا السعودة مع التاج والإيمان أن نلجي ما شاء الله تتكا وحوارك تتن في عن وعن خرجين يا كلمات كوات مريك قدام بيجي صح حرجين والله حرجين يا كلمات كوات إن ترتن رأنا بالحادث يسلم وترتن بسيا وعرفنا والله وقف حسنا حي صوتوا تتنوع عن كل ما خبرنا حمر ونسود به إن شاء الله وحنا ما دعينا يا شباب التيفي ومعلمي وشيخي عبد القادر مرعدي وحنا لا يجزاك الله خير مجيء وحمزة محمد أحمد وحنا كسر ذا معد كصلاح الدارين وحنا جينا يا ترتن كان يو كاي هريسة عن قيب جلا إنا كوجو ليستو وحنا كفرح سنة إنا كم نقضى ترتمياش سنة كان مسابقة الحادق عبد الناصر الدقادر صالح شبل تي في مقديشو شركه بيكو وشركه ugu weyn ee bixisa adeega korontada Soomaaliya Beko waxay koronto siisa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubaland Hirshabelle iyo koonfur galbeed Beko waxay siisa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airportka Aden Cade dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah